حالة استنفار قصوى بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى سيدي بالعباس بعد تزايد عدد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، إلا أن الفارق الطبي المتواجد بالمصلحة مجند في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى. راهي تزيد أنا كل يوم يزيدوا 5-6، كل يوم 5-6 مام حالة الوفاة راهم كاينين. C'est-à-dire les moyens de protection. C'est-à-dire nous le climat le pic à la dernière fois. Donc on fait notre devoir pour c'est-à-dire une meilleure prise en charge. Et à vous de faire le maximum pour c'est-à-dire pour s'en sortir de cette crise. بالإضافة إلى الرعاية الطبية التي يتلقاها المريض بالمستشفى، يقوم الفريق الطبي بتهيئة المريض نفسيا، خاصة كبار السن منهم، على غرار تحليق الشعر والاعتناء بالمظهر الخارجي ليتولد لدى المريض إحساس بالطمأنينة. أنا كنت أهدر بالولا قال الكحق البرد هيا ونفوت عن طب برا ما كان ولو تنهار تالي من الزيار جابوني هنا فوت ودارو لي سكانر دخلوني هنا السبيطار الحمد لله هذا وبارك على ربي ان شاء الله والله يعاونكم. اليوم ان شاء الله راني خارج من كوفيد-19 الحمد لله الدكتور بن نبي وجمعت على ميتين كاع. فيما يخص الحالة الوبائية في على مستوى سيدي بالعباس، هي الجائحة راهي تشهد يعني يوميا تصاعدا، وكنا ما يخفاش عليكم كنا يا ابان كان جول ابان جول كنا بين 5 حالات حتى 10، دونك فتنا دونك ليطاب تاع 5 حالات 10 حالات ورانا في 20 حالة على مستوى الكوميتي كوفيد كي سي ريوني بليزيور فوا هاد سي جورسي، وقيمنا الوضعية وأكدنا بلي الحالة الحرجة يعني راهي في تصاعد يعني ان بو بلوس بارابور ا لا بروميير فاغ. الفريق الطبي المرابط بمصلحة كوفيد-19 بالمؤسسة الاستشفائية دحماني سليمان يأمل ألا تزيد الأمور تعقيدا، خصوصا بمصلحة الإنعاش التي أصبح عدد المرضى المتواجدين بها يندر بالخطر.